هذيك قصه جوج خوت كبزاف ديال الخوت حلموا من صغرهم يقراو ويخدموا واش الله فوالديهم باقيين كيتقاتلوا واخا الظروف قتلات فيهم العزيمه ولكن باقيين فايقين في الله سبحانه وتعالى وباللي غادي يجي داك النهار اللي غادي يطلعوا فوق ويمشي غادي كل مشكلة عنده حل وكل حل خصو بزاف ديال الفرص. أنا واحد من بزاف ديال الناس كانوا عندي تانا مشاكل ولكن كان خاص نخرج منه تيقو بيا تقاتل باش توصل لداكشي اللي باغي نتا